بسم الله الرحمن الرحيم سيدات السادة الوزراء في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي أود أن أجدد أصلة عن نفسي ونيابة عن سيدات السادة الوزراء تقديم أصدق عبارة تهاني والتبركات لجلالة الملك نصر الله بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبات على جلالته وعلى عموم الشعب المغربي بمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار. كما لا يفوتني استحضار توجيهات الملكيه الساميه الوارده في خطاب العرش الاخير التي نعتبرها بوصله لعملنا الحكومي خاصه فيما يتعلق بتدبير قضيه الماء ذات الطابع الاستراتيجي ما يفرض علينا في المرحله المقبله التحييل المستمر لاليات السياسه الوطنيه للماء وتسريع انجاز مختلف المشاريع المرتبطه بها. ان توجيهات الملكيه تشكل منهاجا واضحا تعتزم الحكومه وفق المذكره التوجيهيه المتعلقه بمشروع قانون الماليه 2025 التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزاريه مطلع هذا الشهر مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات بالسرعة والفعالية اللازمتين وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع فبالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة ستنكب الحكومة في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل عبر توفير بيئه استثماريه تضمن النمو الاقتصادي المستدام وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وفق المسار التنموي الذي سطره جلاله الملك. وكما لا يخفى عليكم تنتظرون فيها الدخول السياسي رهانات كبرى تستدعي ضروره مضاعفه الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة ورفع من وتيرة العمل والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة حتى نكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة والسلام عليكم لا تنسوا تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة بيروشام الفيديو وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعية